اول خبر معايا هو زي ما احنا قلنا ان السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوزع جيف اويز للمصيفين اللي رايحين الساحل واللي رايحين اسكندريه. اللي بيوزعوهم هم ضباط، واللي بيشوفونا دلوقتي على يوتيوب يقدروا ان هم يشوفوا الحاجات اللي جوه البوكس. بس انا هقولها لكل الناس اللي موجودين على انستجرام، الحاجات اللي موجوده جوه البوكس هي جوجل، نظارات غط، شيبسي، عصير، ايه كمان، فلوترز اللي هم عوامات انفليتبلز تتنفخ علشان يعوموا ويبلبطوا براحتهم، وشويه بقى شيبسي، على شويه بسكوت، على شويه شوكولاته، على حاجات كده سناكس خفيفه ياكلوها في الطريق. ايه السبب وراء الجيف اويز دي؟ هو ان هم بيحتفلوا ب 30 يونيو، 20 يونيو، 30 يونيو، 20 يونيو، 30 يونيو. بيحتفلوا ب 30 يونيو وبيعملوا مبادرة اسمها مبادرة كلنا مش عارفه اسم المبادره برضو، بس ممكن نشاركها معاكم. اول ما يعني ممكن نبص عليها كده سريعا ونقول لكم اسم المبادره ثرو الحلقه عادي، وممكن كمان ننزل لكم على الانستجرام اسم المبادره. بس هي الفكره عامه بغض النظر ايه اسم المبادره، هي فكره حلوه جدا، وفكره ان اصلا في مبادره ان احنا نعمل حاجه زي كده، وحتى من غير ما نحتفل باي حاجه معينه او من غير اي اوكيجن، فكره انه عامه حاجه حكوميه ان هي تبعت تقدم للمصيفين حاجه زي كده وهم مسافرين. احنا دايما واحنا رايحين الساحل او السخنه بالذات، الاماكن اللي بيكون ليها بوابات، بنشوف انه معظم البراندز اللي هي بتسبورت بقى وبتماركت للسمر بيكونوا عاملين اوريدي زي كده بوكسز فيها هدايا وفيها حاجات صغيره كده، عشان ايه الناس تفتكر انت رايحه الساحل، تفتكر انت معاكي في كوكاكولا، معاكي في مش عارف براند ايه معاكي وهكذا. فحلو قوي انه الحكومة كمان وغير كده كمان الحلو انه الشوكولاتات والشيبسي اللي بتتوزع كلها حاجات مصرية، يعني يعني صحفة. كتاكيتو حاجات كده يعني، فهي فعلا بتسبورت برضو في ناحية تانية الصناعة المصرية والاكلات المصرية. It's marketing وفي نفس الوقت celebration وفي نفس الوقت local brands support، يعني هي الصراحة the whole thing يعني جميل قوي.